الحقيقة صحة المواطن دايما بتكون خط أحمر، علشان كده في شغل كبير جدا بيحصل في القطاع الطبي، وخاصة المبادرات الرئاسية اللي بتعتبر هي المحرك الرئيسي والركيزة الأساسية للمنظومة الطبية في مصر، لأنها بتوفر الخدمات العلاجية بشكل سريع وعلى مستوى كبير جدا من الكفاءة. المبادرات دي كانت البداية الحقيقية ليها من خلال مبادرة 100 مليون صحة، المبادرة اللي قدرت اللي هي تعمل كشف كامل على أو مسح على أكثر من 60 مليون مواطن أثناء الكشف عن فيروس سي. وصلت دلوقتي إن المبادرات دي بقت 11 مبادرة شغالين بنفس الكفاءة وفي نفس التوقيت وبمعدلات إنجاز كبيرة جدا، علشان كده فيه اهتمام رئاسي ومتابعة مستمرة وتوجيهات مباشرة لتطوير العمل في المبادرات والقطاع الطبي، وكمان تحفيز الأطباء ودعم المنظومة بشكل أكبر علشان يكون في نتائج إيجابية موجودة على الأرض من خلال هذه المبادرات. بس حقيقي يعني بمناسبة كمان المبادرات يا أحمد، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع امبارح الجهود اللي بتقوم بيها الدولة تحت مظلة 100 مليون صحة، 100 مليون صحة اللي اشتركت فيها كافة قطاعات الدولة، وطبعا في المقدمة وزارة الصحة والسكان، واللي بتستهدف أو بتخدم أكثر من 50 مليون مواطن، والنتائج اللي وصلنا ليها فيما يتعلق بعلاج فيروس سي ودعم صحة المرأة المصرية، كمان القضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة، والمبادرة دي تحديدا ساهمت في إجراء حوالي 1,200,000 جراحة بتخصصات دقيقة وعاجلة. التكلفة وصلت لكام؟ وصلت لأكثر من 11 مليار و600 مليون جنيه، رقم كبير جدا، عشان كده في إشادة كبيرة جدا بمنظمة الصحة العالمية بالنتائج المبادرة دي وانعكاساتها المباشرة على تحسين الأحوال الصحية والاقتصادية للأسرة المصرية. بتتكلمي في رقم كبير، الرقم ده كانت النتيجة جداً بتاعته، هو كان أكثر من 1,000 عملية بتحصل يوميا علشان يعني قوائم الانتظار دي تقل. كانت بداية انطلاق هذه المبادرة بنتكلم في فترة 6 شهور، لكن عاوز أفكركم بأن في مؤتمر صحة إفريقيا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن المدة الزمنية الخاصة بإجراء هذه العمليات تقل من 6 شهور ل3 أسابيع علشان نخفف على المرضى اللي موجودين على قوائم الانتظار. مش بس كده، كمان امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة المخصصات المالية والموارد المالية المخصصة لدعم المبادرة ب 600 مليون جنيه إضافية علشان أي مريض يكون في احتياج لجراحة عاجلة يكون في موارد مالية كافية لإجراء هذه العمليات على وجه السرعة، وده اللي بيأكد الاهتمام الكبير بكل القطاعات الصحية علشان خاطر صحة المواطن. زي ما بدأت وقلت هي دايما خط أحمر ودايما بيوليها السيد الرئيس اهتمام كبير جدا للتخفيف من آلام المواطنين. الحقيقة السيد الرئيس كمان اهتم بحاجة مهمة جدا وهي الكوادر البشرية. صحيح. اي منظومة عشان تنجح لازم تهتم بشكل اساسي بالكوادر البشرية، عشان كده سيادة الرئيس وجه امبارح توفير حزم تحفيزية للاطباء، وان يكون في دخل كويس للطبيب وتحسين بيئة العمل ليه، كمان يكون في امتيازات خاصة للدكاترة اللي بيشتغلوا في المحافظات النائية، لان الطبيب هو اهم عنصر في المنظومة كلها، ومعروف دايما الطبيب المصري من اكفأ الاطباء من الناحية العلمية وكمان العملية. والحقيقة شفنا أدوارهم البطولية في مواجهة فيروس كورونا، وقد إيه يعني من كتر ما هم كانوا بيقوموا بأدوار فدائية احنا سميناهم جيش مصر الأبيض. الحقيقة احنا حبينا نبتدي اليوم كده بأخبار حلوة ونصبح على حضراتكم، وصباح الخير يا مصر.